بدي بلش اعمل عجينة المناقيش اليوم. جايين لعندي الغوالي. عجينتي المعتمدة اللي بتعرفوها دايما 4 كبايات من الطحين، معلقتين سكر كبار، معلقة ملح كبيرة، هي العجينة بالبقلة تكون مالحة شوي، معلقة خميرة كبيرة، 1.5 كباية مي ونص كباية زيت. بدي اذكركم حبايب قلبي انه انا ما عندي صفحة على الفيسبوك، ليلى جواد، فقط على اليوتيوب. ما عندي ولا بيج ولا اي صفحة على الفيسبوك، والناس يلي عم تطلع تاخد لي فيديوهاتي وتعرضها على الفيسبوك باسمي وتطلب طلبات على اسمي، هي مش انا. اذا ما شفتوا انا شخصيا عم بحكي لسانا انه انا شخصيا طالعة، ما تصدقوا هالحكي ابدا. كل حدا عم يطلع على الفيسبوك وعم يطلب مساعدة مالية قصص عم بيجاوبكم باسم ليلى جواد، هي مش انا. ليلى جواد فقط على اليوتيوب. هيدا هو ليلى، شفتي احلى احلى شيء، لانه هلا بدنا نعمل المناقيش برا، جاي على بالنا نقعد برا ناكل المناقيش بهالطقس الحلو، فالدبان حيكيعنا. فاحنا الدبان من بعد جبنا. سالوني هذيك المرات انه كيف بموتوا، هلا هي الدبان بتاكلهم وما بتموت بالصحن، هلا هذا الصحن انا بكبه، هلا الصحن بيجي فيهم تمر، بيجي فيهم حلو، انا ما بكبهم، بخليهم لهيك استعمالات تما احط بصحون البيت، بقرف. هلا لنا في جاذب جاذب جنسي للدبان وفي مادة سامة، مجرد ما دقرها خلص يعطيك العافية. يعني أنا عم برجع صور لهم إياها بناء على طلبهم هن، الظاهر في كثير ناس عم تعاني من الدبان. شوفوا الحلو فيه، بودي أي شيء بيلمسه إلى ما وراء البحار. ما وراء الشمس. ما وراء زحل. ما وراء الشمس. هلا هيك بتصير، تيجي الدبانة بتاكلها. ليكوا قد إيه قدها؟ فرجيكم. تاخذ فوكس الكاميرا. بطلت الكاميرا تاخذ فوكس، شايفين قد ايه قدها؟ مثل حبيت البرغل الناعم. هي لا هي لانه هذا القصدير ما بيخلي الكاميرا تاخذ فوكس. وهي ماده بظن حلوه. طبعا ماني ما دقتها يعني، بس بعتقد لانه عم تلزق بالشيء اسمه بتدبق. بتدبق هيك الهيئة، كانك عم تنزل مربى. هو الدبان بيحب الحلو يعني اجمالا. مظبوط. والله بيريح. انا يعني عن جد كنت عم قلكم حذاره شو بيعمل، تيجي الدبانه بتاكل نتفه من هاي؟ ما بتاكل. لمس، مجرد ما لمس تلمسه. لمسته لانه هو فيه جاذب، مجرد ما تلمسه ما بيموت الدبان بالصحن، الدبان بيطير. بروح بلاقيه انا ميت مثلا بالارض، ميت هون، يعني بيموتوا. يعني يستحسن على رايي هذا هلا بنحطه على الشباك. لكن بدي اغطيه بهذا القفص حتى كمان مسيب ما تجي. لحتى اللبسان تبعنا ما ياكلوا. يا لطيف. الدبان بتدرسها على الانسان. بنحط الصحن هون، بتيجي الدبانه بتفوت بقلب القفص بتاكلهم وبتموت. يلا بهذا الوقت يا هادي انا رح طلع هيدي تاع المناقيش المكنه وحطها برا وبلش تجهيز. اوكي يلا خليني بلش يا هادي. بدي بلش احطها عند امي. من غسله من جوز بحطها هون انا بركوة. بتعرف ما تحط لي مي هون، بدي احط الكرتونه، خليني تشتش الكرتونه هلا. شو بيعرفوا في بتحطي كرتوني هون؟ يلا رح احط المكنة انا برا، يلا ما بيأثر لي نقطة مي، رح احط المكنة برا لأنه بدها لبين ما كانت سخنت بنكون احنا قرصنا العجينات وجهزناها. بتكون صار يعني حرارتها عالية. صح. جهزت القعدة والكراسي والطاولات، هلا مشي لنفوت لجوا نقرص العجينات. اجوا اجت مرتعمي عم يزمروا. لك يا هلا عشوب لدن. لك يا هلا، انت كل ما تيجي لعندي بتقولي شو عشوب حبيبتي. لا اليوم شو حبيبة قلبي حبيبتي. الظاهر كنتي بالسوق. ايه ما هيك؟ ايه. قولي كنتي بالسوق لا تقولي شوب. هيك ما بعرف. يلا كنت بالسوق بعرفك. قلبي دليلي على اساس انا ما بعرفك. اول مره دليلك بيجي بالحل. عمي فقت من بكير ما شاء الله. قلت بدي اياك تيجي تلاقي كل شيء جاهز ليكو العجينه. الله هو ليكو نفقس البوكس. احلى بوكس. ما شاء الله شو ملحة. الله اكبر. يلا شهيتينا ليلى. يلا حبيبه قلبي هلا شو حاعمل؟ رح اخذ اول شيء الطحينات
بدي مباشرة أرسل مطعمي هي العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني وحياة الله ما بعملها مرة وبتخيبني، دايما بتبيض لي وشي. رح رش طحين بقلب الصينية مشان أرز دغري. نحن قلنا لك وعطينا شهادتنا إنه بالمعجنات ما حدا بيزن فيها. يكبرنا بدنا نحكي الحق ولا بدنا ندكي؟ بدنا نحكي الحق. شو قالت شو قالت مرور شو؟ وبالحلويات. إيه بالحلويات أكيد، بس أنا هلا عم نحكي عن حضر المعجنات. حياتي حبيبة قلبي يا أم مرور، ما حدا ضاق هالمسبيات. وشو؟ بالكبسة اللحمة والدجاج والسمك. آه. ايه عن جد هيدي بتعرفي ما حدا ضاق هالمربيات إلا قال لي شغل مين؟ أمينة؟ اقسم بالله، قال له شغل ليلى، اقسم بالله ما يصدقوا. حقيقي يقولوا له طيبين يعني مزبوطين 100%. لك حبيبة قلبي خليني أقول له هيك هدوء وأنا أنبسط. أنا بس أسمع هالحكي قلبي من جوا بينبسط. زين دقيقة والله العظيم. طيب كله طيب، سلم دقيقة الله يقدم لك الأمور الصحة يا عمري. ليلى ما شاء الله شو هالبقلة يحصل عين. شفتك شوي لو بتكبر ولا كنا بنلفها ورا عيني ما هيك كنا بنعملها سلة. أكيد بدي أقول لك شو رأيك نعمل فرد مرة كمان شوية بقلة. يحصل عين يا ليلى معلمة. الله وكيلك على قد ما عم ناكل منها محتارين شو نعمل بالباقي. الله أكبر، هلا أعطينا شوي هذي قد ما بدك يا مرت عمي. والله هذيك مرة قلت له أعطيني شوي بس ما سمعني يمكن. أمينة؟ والله ما سمعتها؟ لا ما سمعني. ليه ما سمعتها؟ كان عم يحوش نزوز الله يرضى عليه. بس تعرفي هلا شو بدي اعمل لك؟ بدي اقول شو بيعرفي؟ هيك سمعته طنشت. ما بعرف. لا ما بيعمل. ما بعرف. ما بتعملها. بتعرفي شو شعبيني اعمل لك؟ شو؟ لما بتشوفي المنقوشه الفاضيه هيدي شو بتتذكر؟ سمن وسكر. لا ما بنستفتحها بالسمن والسكر. بيتزا يعني؟ لا بيض. هلا بفقش لك فيها بيضه. على العجينه؟ يا مرت عمي يا مرت عمي بتكلي صبيحة والله لك ها. ايه من بيت بيت مشوي طيب. عيون مشوي كل القرص على كل خد عليه بيضة عين. مظبوط. هلا يلا ها ليلى حبيبتي انت. ايه مرت عمي قلبها واسع ما شاء الله يغسل عين ما شاء الله. صح. اذا فوتنا رغيف دغري فتحناه وخبزناه وطويناه وطلعناه ما فينا؟ ما فيه. امي نحن فينا شيء الغطا. خليني افهم بالاول شو مرت عمي؟ انه تعمليها قد الفتحه طويله يعني. اها اذا بتشيل الغطا ليه ما بتعمل رغيف عقد الصحن؟ اه عملت مره انا عملت كيك يا مرت عمي. ايه ايه انعملت ايه. ايه. يعني هلا هدول امي يعني كل منقوشه لقمه لقمه بس هيك اطيب بيعمل جو. ايه عمو حبيبتي انت ليكي ما احلاها ليكي. هو كجو كمنظر رائع ينزل عليه. البنت عمي شعبانه زعتر اول ما بلشنا لقيها بس انا بقول اذا بتشيلي هي ما شاء الله بتعمل رغيف منقوشه منقوشه بتعمل اهيلك انا هيك بقول هيك اسهل لانه الفكيره هول يا مرت عمي عقدتهم عقدتهم. هي المبدا منا فيها يعني انه هي كفايه جمعت عيون صح قاعده ان شاء الله. ايوه الواحد يعمل اللي بده اياه يا امي يا عيون وشي شغلات والله صح صح. هلا انا بدي اكل منقوشه وانت ما قلت اخو ما قلت طيب لبنا ما تعرف وجه الثاني بكون خلصت احنا ناطرين. لا وجه الثاني يا الله يحفظك دغري. تعال افرجيكي هلا هيدي على البيض لحظه نحطها من هون ليكي هلا دغري تك تك ليكي هي مثلا اللي حطيتها شايفين طاوله فرجيكي شايفين يا مرت عمي ما نفشت نتفه شو بعمل لها انا بقرصها شايفين كيف بقرصها ليش بالقرصه هي مشان اعملها صحن. ايوه عشان تحمل ايدك بقلبها عشان تحمل البيضه. ايه بقرصها هيك على الجوانب بهي الطريقه تيك 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 تيك. هلا بروح بجيب بيضه وبفقشها بقلبها. هاي هي منعيش الورد في كتار انبسطوا لما شافوها يا مرت عمي. ايه عن جد لانه شيء جديد منعيش عن جد انا هلا اول مره بشوفها عندك وبسمع فيها يعني مرت عمي احذري انا منين عرفتها. مره كنا رايحين ناكل منعيش انا وهيدي فنحن بمحل المنعيش الفران الزلمي اللي هنيك قالنا بدكم منعيش بيض سبحان الله بدنا ليه ما قلنا عين نحكي اذا في حدا عم نحكي كل الدنيا عم تسمع كل الدنيا عم تشوف يعني قدام الكاميرا وقفت على هوني هلا قدامي اكثر من مليونين بحكي وباخذ ريحتي بس اذا بكون بالسوق بيكون في حدا حدي لك اي بكون اذا في حدا حدي اذا هادي هادي والله العظيم احيانا بفوت على المطبخ بقول له يا هادي اطلع عم بتوتر ما بعرف احكي بقول لي مني عم تتوتري ايه عم بتوتر اطلع انه عن جد امك لا اله الا الله عم تشوفها لو وقفت على حدا وين مارق ورا بحال شو بتطفي؟ بتصير كلها اوتار من فرحة تمسخر انت تمسخر ليكو المنقوشة صغيرة فراح احط نص بيضة نص بيضة لا احلى ما تفور بقلب الهيدي
ومودو افندي ما شاء الله عم يتفنن لي هونيك. انا بدي اكل هالمكوشه. بتاع مودو؟ ايه هيدا اعمل لي اياها مظبوط. انت لو قلبها جبني. انت لو بتشوفيها مرت عمي كل مره مودو بيعمل المنقوش بيعملها على شكل وش. يلا قولي انا فايتة. انا بدي لك شو بتحط لي بقلبها جبنه لاليها. له منخور وله تمتوم. يلا يا شاطر يلا. هيك الجبنه؟ انا بحب الجبنه بريشه بالبيت. غسلنا ايدينا هاد خصمي اكيد انا في هدي على الموضوع هيك برشتها وحطيتها بالبراد قام شو صار فيها قام ضلوا بقلب المبرشه. الله اكبر. بحب دايما جيب الجبنه بلوكات. بتسالوني يا ليلى شو نوعيه الجبنه اللي بتستعمليها يلي بتشنطه بتهون وبتطلع خيطان ما تعمل حطي جبنه اذا انت بدك اياها بجبنه بس لا دغري حطي الجبنه دغري يلا مشان تسيخ وتدوب. لا لو جبت بهاد هو مسكين خطر ما هي لا لا ما لها علاقه بس مو بتعلي ايديك يا فكنت عم اقول لكم حبايب قلبي انه الجبنه بدكم تستفيدوا منها بدكم اياها باعلى جودتها جيبوها بلوكات وانتوا برشوها ساي انا ليه ما بقعد ما بعرف هي عادي تاتا جاي تاخذ جبنه تاتا رقه منيح هسا بدها لكها شوف انا ايدي شو بدي تعمل شفت ليك يا رب ضبطها منيح عشان ياخذ لك جبنه يلا يلا نحن بنوصل الجبنه لعند شواربك يا مودو يا تيتا روح ضبطها منيح ضبط لي منيح يلا فرجي منقوشتها يا مرت عمي منقوشة ام الروح ما احلاها فرجيني اياها فرجيني بس ليلى انا بدي 10 يس بتكره معي قلت لها انا بدي هيك لا انا صغيره ما شاء الله شو هالريحه شفتي انت الجو اللي بيعملها يا رواء هي لحالها حكايه عن جد والله تكوني قاعده هيك داير من شقت قلبي هالريحه حبيبه قلبي في منظر حلو يا منظر بيعيط لك شكلي بيقول لك عدي جنبي وكلي يلا رح جيب الشاي انا يلا حياتي رواء كثير جاي على بالك الزعتر اليوم شو القصه؟ كثير ليش رواء انت ما بتحب الزعتر؟ ليكي ماما هيك بالنص ماما. بعد ما يعملوها بكبسوله مشان يدخل فيها احلى هالمنظر مشان يدخل فيها ايه ايه هذا زعتر الاسره يا مرت عمي شو بدك والله فينا نستغنى نحن ابدا لك فينا نستغنى عن الجيران الجيران اشقاء الحبايب سوريا الحبايب اي والله ما شاء الله ما شاء الله يا منظر وريحه يلا بدي اكل يلا عمك ما يطلع الشاي بلا شيء اول وحده بلا شاي ثاني وحده مع شاي ماشي عندها بدك تضلي توقفي على ايدي لك تكرم عيونكم والله عندي هالجامعه انا بتسوى الدنيا انت شوفي مودو شو عنيد مودو ما قبل انه يروح يرق العجينه يا مرت عمي ليه ما رحت رقت العجينه مصر ياخذ الجبنه هيك يلا هن يا رورو رقي يا رورو رقي لك شوبك وما احلى جابي مشابك لبقى تجي لتشوف رامي برامتك هدي منقوشة مودو افندي كان عاملها على شكل وش يا رواء هي ما تطلع القصر غير شكل هي لك ما احلاها هي لانه مودو كان عم يشتغل حتى شوبك وخصوصي خي غيمت الدنيا مرت عمي هاي الحمد بعدك عم بتقولي شوب الله شوب الله يغير كل ظالم يا رب يا كريم حلو هالدعوة حلو الله يغير حلو. كل ظالم امين امين رب العالمين امبارح لخت معدتي علي امبارحة؟ اوقات انا ما بتعشى ايه بعرفك اكثر ايامي ما بتعشى انت لا تروي او لا لا عشاء اذا ما بتعشى شو في الصبح جيعان كثير ايه بتلخ معدتي علي ايه عموما بس ما اتعشى بكي بدي فيق جيعانه صحيح خبزه موزه لفة حلاوة ما بكبرها لفة موز موز وحلاوة وحياة الله اه موز وحلاوة ليلى ليلى كثير بحبها صحيح كتير كتير بحب الموز مع الحلاوة تصدي مرت عمي انا هي لفة الموز منين عرفتها؟ مره اجت رفيقتي لعنا كنا نحن اول ما راجعين على لبنان اول رجعتنا كنت بعدني انا اكيد هذا الحكي قبل الزواج بالعشرات ايه فوالله اجت رفيقتي قالت لي ليلى بدي اياك تلفي لي موز قلت لها لف لك موز؟ قالت لي ايه انه انا بعرف الموز بيتاكل هيك لحاله مش انه لف ساندويش يعني كانك كان حدا عم يقول لي لفي لي تفاح او لفي لي مشمش والله العظيم اكتشفت بعدين انا عن جد مذوقه انا وعم لف لها الموز بالمطبخ يا مرت عمي اشتهيتها والله اشتهيتها هلا اعطيتها اللفه هي وعم تاكلها انا يعني اجى على بالي روح اعمل لقلي لقومي ودوقها عجبتني كملتها ما عجبتني لا حول ولا قوه شو بدنا نعمل والله يا مرت عمي من وقتها تفسدت فيها دخيلك يا ليلى بس مش موز وحلاوه هلا لفت موز ايه صح يجيني عسل بالاول حط ملعقه عسل كمان لاي طيب مع الموز مع الموز هلا اكيد بعمل رغيف ايه على قد الموزه
يعني نص الطبقه هاي سندويشات الطفوله باكلها بنبسط فيها كثير وبضل عليا لبعض الدار. انت عم تحكي هلا على السندويش الحلو يا مرت عمي، بتصادف في سندويش تاني مالح من سندويشات الطفوله مثلا؟ مثل من كنا نجيب الخبزه نحط فيها لبنه ونحط فيها الشيبس. شيبس؟ شو فيها التخبيص؟ امانه والله العظيم. شفتي يا مرت عمي، نحط اللبنه ونحط عليها رشه شيبس، نكون مثلا من خارجيتنا جايبين شيبس، جايبين مثلا السوسات العلكي هالقصص، كيس الشيبس نيجي نلفهم على لبنه. خلاص عمو حبيبتي قال عزاءها والبس عزاءها. خلينا نشوف المتابعين شو خلص. شو عندهم هيك اكلات الطفوله؟ ليلى صار في خيانه امبارح، ما قلت لك. قولي لي سالتيها شو عملت امبارح غدا؟ أكيد ملوخية. طالما خيانة معناتها ملوخية. أجل مرت عمي؟ مرت عمي؟ أنا ما عملتكم شد على أمامك. مرت عمي بتاكل ملوخية بلاش؟ يعني فتيشة وحطي حولي. يعني علقتيني هلا يا لطيف عطيني بالسلة إلا بالسلة. هيدي بتحب تموت على الملوخية. مرت عمي كيف مبلعت معك بلاكي بلاي أنا؟ والله العظيم احتجت شو بدي أعمل غدا. احترت شو بدي اعمل؟ اما لقيتي الا ملوخيه ما شاء الله. سلفي ومرته بدهم يجوا لعندي. اها وانا وبنت عمك بتعرفي انت. يلا يعني صحتك. ايه؟ وجبه غدا كامله. صحة والف عافية. والله هي غصيت لك. بتعرفي يا ام الرور شو عم بيقول لي عقلي؟ قوم هلا اعمل ملوخيه. انا معي. بتعمليها والله والله بتعمليها. بتعمليها. مشي حالي الشاي. اها هذا الشاي صار تمام يلا. ما شاء الله. ولا نعبي كاسه زيتون، هولي زيتونات الضيعه. يا سلام ليكوا لونهم كيف اخضر بشهوا القلب. لك ما احلاها طلعت الريحه. يا سلام يلا ها يلا صورتي خضلون هيدي هي تعال نشوفها من الريحه. ها طعني بلا زعتر خلص. الله لك ما احلى هالمنظر. شو رايك بهالمنظر يا مرام؟ طعني منها سواري. ايه بيتزا زعتر. ايوه بقلع عقولتك. حلو كثير كثير كثير. اي أيوة والله هيدي انا رايي تروح هلا تقطف البقلات لمرت عمي قبل ما ترجع تقول لي نسيت. لا ما بينسى ان شاء الله. لانه انا حاسسني قلبي رح يرجع ينسى يا مرت عمي. وين فتحتها هاي؟ عم حبيبتي قلبي قلبي قلبي. يلا يلا خلص. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ليلى هسا عندك من هالكبايات؟ هسا عندي منهم. قسما بالله ما اجى احلى منهم. انت احذري منين جبتهم؟ لما طلعت على الضيعه اخر مره جبتهم من محلها لام حسين الله يوجه لها الخير. نبعت شاي غير شكل. غير شكل. يعيشوا هالديات. الله يا ليلى احلى كبايات هالكبايات. هدول الوحيدين اللي نجحوا ما بينكسروا. ها ايه صح. ولا هيدا اصلي ما بعرف شو بيسموه فرنسي والله ما بعرف شو بيسموه. هيدا ديرالكس. هيدا الاصلي. والله رجعتيني لورا يا ليلى. احنا وعم ناكل قد ايه طيبين يا مرت عمي؟ جبنة القشقوان. مرت عمي عم تاكل ما تحكوها. معقول تقعد كيف يا مرت عمي؟ لا بدي احكي معي، وقت الغداء ما حدا يخي حدا. كل ساعة بتحكي معي بدي جاوبك. هذا غدا، تحرض المعدة، تحرض المعدة، كله طيب. يعيشه. بتعرفي هيدي؟ عم فكر شو نهار بلش انا كسر حطب. نعم؟ بحبها لهالشغلة. حطبة؟ كيف بتكسرها؟ علمنا. ما هيك؟ ايه. بسم الله. ما شاء الله. شهيتني هلا بهالشوبات شغل شومينيه. على اساس عنا شومينيه. والله عم فكر اعمل شومينيه. شومينيه؟ ايه كثير كثير. ما معنى الشومينيه؟ موقده 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 الحطب. هلا بيجي في بابا نوال؟ ايه بجيب لنا الكادوات. بتضحك رواق. نعلق الكلسات او نعلق لحتى يحط لنا فيه مصاري. مرت عمي؟ ليك 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 شو رايكم؟ هي الحركة بحبها كثير أنا. هلا هي بدي أعملها غميقة كثير يا مرت عمي، هي بدي أعملها شاط مش صحن. هيدي صينيت أوبليت إذا بتريدي، هيدي العشة بعينها. بدي أخلي كل البيضات يقعدوا. هيدي هلا بطلع أطيب الشيها. إيه. لا
لانك غنرتيه على كيفي على الاخر. وهول البيض الباقيين انا بعطيه كلهم بقلبك. هاي كلهم هي شفتي انها صايمين اومليت؟ والله انه هيك بتطلع طيبه كثير. لكن تعالوا هيك بس الضاله انت ليش بس مش هي عميت وهلا الله اعلم النصيب مين يعمل له الايدي من نصيب صاحب النصيب. يلا يلا حطيها بالافراح ليلوشي لك صحة والف عافية. الله فرحة ولادك طول ما الجاجة حافية دايمين وسالمين يا رب الف عافية. كان كثير طيب لقمة ولا اطيب لان على غفلة منيح بيتنا في 100 فرن في 100 منقوش. يعني بتنصحيني افتح فرن؟ سبحان الله ليلى سبحان الله ليكي. هل بتيجي ام الرور بتقولي تعالي افتح انا وياكي فرن؟ تعالي افتح فرن انا وياكي بس العد قائم يا مطعم يا فرن. شو يا مرت عمي رحتي ورجعتي؟ ما فيني الا ما اتبسم انا وهالجيران. سبحان الله بحس حالي انه قصني شيء لحدا سائقني وجايبني نهار وقفني. طب طالما يا جاره انت هيك هيك هلا اليوم بديارنا، شو رايك اليوم هيك هيك فنجان قهوه مصلى على النبي بعد هالترويقه؟ والله يا جاره حسستيني هالوقفه ما طلعت منه شيء. اها هيك بديك اذا ما عندك شغل بتمنى يا جاره. اطيب فنجان قهوه لعيونك. الله يسلم ايديكي بس تنتهي عن شغلك يا جاره. ما عندي شيء ترويقه وتروقنا. يلا امورنا تمام. موافقه. الكروس ملان الامور تمام. تمام يلا قولي يا رب. هاي القهوه صارت على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مره بيكتبوا لي ليه بتحطي نسكافيه؟ يا عمي والله ما انه نسكافيه. علبة نسكافيه فاضية. نحن نغش العالم. ساعة قهوة ساعة نسكافيه. علبة نسكافيه فاضية الله وكيلكم، أنا بفضي فيها القهوة ليكم. قهوة. قهوة عادية بس أنا لأنه علبة النسكافيه بتعرفوا القهوة بتاخذ ريحة مثل الشاي. القهوة. بس الركوة ليلو شيء. بدنا ننبسط مرة عمي. يعني جبل غير شكل. آه. مرت عمي عم تعطيكم العيارات. ايه. عرفتوا حبايب يعني قلبي؟ يعني بيطلعوا لنا شي 5 فنيجي. خليني اقول 5. تمام. الخمسه بدها 5 ملاعق صغار، ما نحن حطينا معلقتين كبار جبن. تمام. بدنا نشرب قهوه بدنا ننبسط. اكيد، صلي على النبي. اللهم صل على الحبيب. ضروري اسمع هالنغمه انا. ما بيمرق معي شي الا مع الكاكستيني. في وحده معلقه. ايه. قلت لك قولت حماتك برافو عليك يا كستيني. عقلت حماتك. والله يا مرت عمي شو بنبسط بس يكتبوا لي اياها، بحسها هالكلمه خلاص خلقت لقلي. معنا مبسوطين، معنا بيرجعوا بيعيدوا حافظين درسهم. مع انه بشهادتك انت قد انا شطوره. المهم يحفظوا الدرس هذا. المهم هذا اهم شيء. هلا شو بنعمل بس تغلي القهوه؟ بنشيل من القشوه شوي شوي بنحطه بكل فنجان مشان ما نتخانق على اول فنجان. 100%. عمو حبيبتي خدي من ايدي. خلص ما وقت تستعملي يا مرت عمي؟ لا خلص. كفاها الله؟ كفاها الله. هلا شايفين انها قهوه بس لحتى تصدقوا انه منا نسكافيه، بس انا بحطها بعلبه النسكافيه. ليلى انا بقرا الكومنتات كله بس بنسى على قد ما بقرا. انا شو كان انا شو كانوا طالبين منك؟ طالبينك متابعينك كثار يا عمري. انت بدي رد الاسئله، مين بدي رد قولي لي؟ يلي بدي اترحم على امك الله يرحمها ويرحم جميع الاموات. امين. يجعل مسكنهم الجنه. امين رب. واللي بدي ادعي لها بالشفاء رب العالمين يشفيه بكل مريض يا رب العالمين. واللي ابنها بده يشتغل، واللي زوجها ما عم يشتغل، واللي عندها هم، والله بدعي لهم كلهم من قلبي من جوا وحياة الله يا رب. يطول لي عمري. حياة الله يفرج عنهم كلهم يا رب يا كريم. امين رب العالمين. قلت لهم اذا بتعوزوا شيء قولوا لي. هلا هني عم يكتبوا لنا بالكومنتات، نحن بنشوف. على حسب الاولويه مرت عمي. على حسب كل حدا شو طالب. اول حدا اكثر لايكات يعني اول 100 ولا اول 5؟ لا هو الكومنت اللي بيجي عليه اكثر لايكات انه يا حج اعملي معروف اعملي لنا الاكله الفلانيه. اي والله بنعملها. ايه دغري بنعملها باذن الله. ايه والله دغري. ايه والله هيدي قالت لي عجبتني كثير. خير قلت لك خير اللهم اجعله خير. ما تسمعي كلمه حماتك اوعى تجيبي سويلها. حسني قلبي. كم مره حماتك قالت لي جبتي شي صايميه؟ الله لا يقدر. اعوذ بالله. لا قدر الله ولا سمح. خليك ولا صايميه يلا. مرت عمي انا عندي صويني، عندي صويني تفال جرانيت، بس هي مرت عمي بتحب الصويني الالومنيوم. لا والله عمو حبيبتي انت بتحب لي يا صويني حي الله بس تكون كبيره. تكون كبيره، لا شو لا شو بدك اياها للصينيه؟ حبيبتي بتلزملك لك انا ما بتلزملك. لا شو ماذا عندي انا لا شو بدها تلزمني؟ يعني يا ليلو انا بدي احكي لكم سر عن مرت عمي، مرت عمي بتحب تعجن العجين بالصينيه. بتحب تعمل التبوله بالصينيه، بتحب تعمل الفتوش بالصينيه. غلط يعني؟ انا لا انا بالزبط بنقي البانه بالصينيه، بنقي سبانخ، بنقي لهندبه، بعمل كل شيء. انا كله بالزبط. بس كنت عم تحكي من اهلك انا ما عندك صينيه. يلا غلت القهوه ما تعمل؟ بسم الله.
مشان نرضي جميع. مشان ليه ما طلعت قشوي معنا؟ والله القهوة نوعيتها والله ما ارتعمي عم تعبي لنا قهوة صافي انت ما في رغوة حبيبتي اكلتي من عينك حيهز الفنجان من ايدي. يا لطيف يا عمي يلا ما بيأسف الله يرحمنا برحمته. خلص ما حنتخانق حنشرب. يلا قيمة اطيبها هلا بسم الله الرحمن الرحيم. هل فيها مال على مين؟ مرت عمي هيك قلت ما بدي احط المعلقه بالصينيه حطيتها بالفنجان. ايه ها يعني ما بتتحليها. بنت عمي ولا بتضحكني. والله حياتي والله هو مصليه على النبي. ايه والله بدها من ايدك ما بدها تكون مصليه على النبي. لك اكيد بدها تكون مصليه على النبي. هات لحط فيها كبايه ميه مرت عمي. نحن لا بننسى كبايه المي كمان. تفضلوا يشربوا معنا فنجان قهوه. لك يا ريت حتى ينسقوا عنا ما يقعدوا يروحوا. لك يا ريت انا عن جد بكتبوا لي يا مرت عمي انه يا ليلى ما بتبلش صبحيه نا معك مع فنجان القهوه. صبحيتنا فنجان القهوه وليلى جواد حبيبتي. هذا لا مشكله ليلى جواد وحماتها صار ما بيصير شيء. يلا رح اشوف كبايه مي. يلا وهي احلى كبايه قهوه هيك فتحه ايدي انا. طيب ليه ما بنشربها هون؟ انا نحملها معنا لجوا مرت عمي برا احلى. عمو حبيبتي هالهويات اللي برا بيسوا الدنيا. بلكي الواحد عطشان. قصدك على فنجان المي؟ اي حياتي اشربيها. شي يا بيس يا بسبوس شو بدك انت؟ هون هون تعال. وينك شبعان الصوت؟ شبعان ايه ليكي ليكي راحوا رح اقعد تخبى. بس قد ايه حلو؟ كثير. هذا غنوج العيلة صاير يا مرت عمي. ليكي دايب دايب. انا كان لما كنت قبل هلا افتح لك امه لبسانه مسك له لسانه. ايه كيف؟ مسك له لسانه؟ ليه؟ ايه اجى على بيبي خلص على دخيل الله ما رحله.